بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والطقس هيكون مائل للبرودة صباحا ومائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد. إنما بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على أغلب الأنحاء، والنهاردة في فرص لأمطار ضعيفة وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري، وأمطار كمان خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وده هيكون على فترات متقطعة. كمان في نشاط للرياح على كافة الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على شمال الصعيد مع وجود اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بيكي، وطمنين عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا أن في فرق شوية يعني مش كتير بين امبارح والنهاردة، في انخفاض في درجات الحرارة، وكمان الملاحة البحرية كانت امبارح أهدى كتير من النهاردة. بالفعل يمكن احنا بعد ارتفاع درجات الحرارة اللي شاهدناه بالأمس وسجلنا عظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية بسبب الكتل الهوائية الجنوبية، اليوم هتبدأ تأثر علينا كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط. الكتل دي منخفضة ومعتدلة في درجات حرارتها، بالإضافة كمان هيأثر علينا في طبقات الجو العليا منخفض جوي هيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اللي هتحجب جزء من أشعة الشمس وتساعد في يعني إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة، لأن في انخفاض في درجات الحرارة بحوالي 6 درجات عن الأمس، لأن اليوم متوقع عظمى على القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية خلال فترة النهار، فبالتالي هنحس بالأجواء نقدر نقول الرابعية المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، أجواء نقدر نقول مائلة للدفء على السواحل الشمالية لأنها بتكون أقل درجات حرارة طبعا من القاهرة الكبرى. محافظات شمال الصعيد هيحصل فيها انخفاض في درجات الحرارة، لكن الأجواء فيها تظل أجواء حارة فترة النهار. جنوب الصعيد طبعا الأجواء تظل فيها أجواء شديدة الحرارة خلال فترات النهار. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس وخاصة في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر هيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، لأن الصغرى فترة الليل هتنخفض وتوصل ل 15 درجة مئوية. أجواء فترة الليل هنحس فيها بالبرودة والأجواء المائلة للبرودة في أغلب أنحاء المحافظات، لأن كمان هيكون في نشاط للرياح سرعته ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة. نشاط الرياح ده في أغلب محافظات الجمهورية هيساعد بشكل كبير فترة الليل على إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس، ممكن يكون مثير لبعض الرمال والأتربة فقط في محافظات شمال الصعيد، بالإضافة كمان مع المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة هيكون في فرص لسقوط الأمطار. كميات الأمطار اليوم هتكون أمطار خفيفة ممكن ترتقى للمتوسطة على بعض المناطق الموجودة في السواحل الشمالية الغربية زي مطروح والأسكندرية، محافظات شمال الوجه البحري زي البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، ممكن كمان الأمطار تمتد لبعض المناطق من جنوب الوجه البحري لكنها فرصها ضعيفة وفرص أمطار خفيفة، وبعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية. كمان اليوم طبعا في اضطراب مع نشاط رياح اللي موجود، في اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ارتفاع الأمواج يتجاوز 3.5 متر على البحر المتوسط وغير مؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، لكن الحمد لله البحر الأحمر هيكون معتدل ومؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية. الأجواء اللي يعني اللي فيها انخفاض في درجات الحرارة فترات النهار وفترات الليل دي متوقع إن هي تكمل معانا لمنتصف الأسبوع القادم إن شاء الله، لأن كمان متوقع إن درجات الحرارة تنخفض وتوصل ل 25 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى. التحذير اللي احنا هنقوله للسادة المواطنين في الوقت ده ان احنا لو خففنا فترة النهار لازم واحنا خارجين فترات الليل او فترة الصباح الباكر الاوقات دي بيكون فيها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة مع وجود نشاط رياح، فلازم نصطحب معنا جاكيت واحنا خارجين لان هنحس بالبرودة، فنتجنب نزلات البرد ونصطحب معنا جاكيت باذن الله. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي تعالوا مشاهدينا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة العظمى فيها 26 والصغرى 15، العاصمة الإدارية 26-15، اسكندرية 22-15، العالمين الجديدة 23-16، مطروح 21-15، دمياط 24-16، بورسعيد 23-16، الإسماعيلية 27-16.
السويس العظمى فيها 27 والصغرى 16، العريش 24 15، كاترين 25 6، طابة 30 20، حلايب 27 22، شلاتين 29 23، شرم الشيخ 35 21، الغردقة 32 17. الفيوم العظمى فيها 32 والصغرى 17، بني سويف 31 17، الوادي الجديد 35 22، أسيوط 33 16، سوهاج 34 19، قنا 35 22، الأقصر 36 22، وأخيرا أسوان العظمى فيها 37 والصغرى 21. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. مرة تانية هنرجع لمصطفى وفسانت نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا جزيلا ليك يا أمي. شكرا جزيلا.